السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخواتي، أقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة 15/11/2024، 13 جماد الأول 1446، من قناتي أنا وحياتي، فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. مواقيت الصلاة على القاهرة اليوم: يؤذن الفجر في 4:51، تشرق شمس القاهرة بإذن الله تعالى في 26:00، يؤذن الظهر اليوم في 11:40، العصر يؤذن في تمام الساعة 8:38، يؤذن المغرب اليوم على مدينة القاهرة في تمام الساعة 4:59، وتؤذن العشاء على مدينة القاهرة في 16:19. بشكركم إخواتي في الختام دايما. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. دمتم في أمان الله ونعمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.